اللي كان معناتها هذه العاصمة في مباراة صعبة كانت هنا الميدان تاعنا، وين قدرنا ربي فزنا بالمباراة بالأداء والنتيجة وتأهلنا للدور القادم إن شاء الله. حنا إن شاء الله المباراة الحمد التي لله. تحت العاصمة إن شاء الله تفتح لنا الأبواب إن شاء الله الباقي الموسم هذا، ونولي السكة إن شاء الله الصحيحة. يوم السبت اللي بقى لها يومين هذه مباراة، كما راكم تشوفوا الملعب راه مملوء بالثلوج. حنا ندربوا اليوم في القاعة، حنا نديروا اللي علينا ندربوا، ويبقى الأمر تاع الملعب يبقى للأعوان البلدية وأعوان الملعب. حنا لا عاد الملعب كما نقولوا ديسبونيبل بان لعبوا نلعبوا، لا ما كانش رايت روبورتر ما بيناش راح يكون. نقول قاعد التحضيرات تاع المقابله القادمه ان شاء الله. احنا في كما تشوف الله غالب سوء الاحوال الجويه اللي خلاتنا باش نكونوا في القاعه، مي ما هكذا لي جوا قاع موعين، مورال طالع سيرتو بعد كاليفيكاسيون هذه تاع اللي جات في وقتها اللي سنيناها بزاف الحمد لله. احنا المقابله القادمه ان شاء الله عندنا لا شونس باش نزيدو نقدمو في الطابلو، سورتو راح تكون في ستادنا مع الجمهور تاعنا. خويا حنا نحوسو على لي 3 بوان دوك باش نزيدو لافونسيو كيما قلت لك في الطابلو، باسكو مازال لعب في البوديوم كي تشوف الطابلو مازال كاين لعب، سورتو عندنا مقابله متاخره تاع عين مليله. اسم المقابله هذه اللي راح تزيد تقلبنا في الطريق الصحيح ان شاء الله. ملعب ثامن ماي مغطى عن كامله بالثلوج، وهذا ما يستدعي أن المباراة القادمة يوم السبت أمام مولودية العاصمة من المستحيل أو 99% لن تلعب وتؤجل مرة أخرى. الوفاق اليوم لم يتدرب في هذا الملعب بسبب الثلوج، وفضل المدرب زكريا أن يتدرب في قاعة 8 ماي حتى يجد ملعب آخر لمواصلة التحضير تحسب لمباراة مولودية الجزائر.